تعلن أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية على البدء في أعمال صيانة الطريق ورفع كفاءة وسائل السلامة لجسر تقاطع الملك عبدالله مع طريق الجبيل وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن الخطاب بمدينة الدمام، والتي تشمل استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلة، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي على 4 مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى إغلاق المسار الأيسر باتجاه الدمام، والمرحلة الثانية إغلاق المسار الأيمن مع إغلاق مدخل الجسر من الأسفل، والمرحلة الثالثة إغلاق المسار الأيسر باتجاه الرياض، والمرحلة الرابعة إغلاق المسار الأيمن مع إغلاق مدخل الجسر ابتداء من يوم السبت 17 من شهر ذو القعدة لعام 1445 هجرية، الموافق 25 من شهر مايو لعام 2024 ميلادية، حيث أن كل مرحلة ستستغرق 5 أيام. نعمل لأجلكم.